وجود هالحلقات الشبابية اللي تقرب الشباب من عملية اتخاذ القرار السياسي التنفيذي، وبحد ذاته إنجاز أن حتى في عدد من الدول المتقدمة ما تلاقي وصول الشباب لعملية اتخاذ القرار بهالسهولة، أن تلاقي شباب قاعدين بين وزراء يأخذون والوزراء يأخذون اقتراحات وآراء الشباب بكل بأجواء تتصف يعني بالإبداع وسهولة الحوار والتحاور ومش التزمت في الرسمية. ها بحد ذاته إنجاز كبير. اليوم بعد حضور الحلقة الشبابية اللي هي الأقرب لقلبي لأنها تتكلم عن المشاركة السياسية، وخاصة أنا كموظفة جدا متعمقة في الأمور السياسية في المجلس الوطني الاتحادي، أشكر معالي الدكتور أنور القرقاش على توعيته أو تثقيفه للشباب بدور المجلس وإنجازاته سواء الداخلية والخارجية. وأنا كموظفة المجلس الوطني الاتحادي حاولت من خلال هالحلقة أني أشارك أخواني وخواتي شو دور المجلس اللي يسويه خارج الدولة، شو الإنجازات اللي حققها اللي دعمت موقف دولة الإمارات.